لو الحكاية فيها إن فيتو فيما عدا مؤسسي النظام السابق والنظام الأسبق. طيب في كلام اتقال عن الوفد المصري وضع شروط من ضمنها مثلا التوقيع على وثيقة أو شبه وثيقة لتأييد الرئيس السيسي من التحالف. مين اللي قال كده؟ هو الكلام ده منتشر من ايوه كلام منتشر. انا عايز شخص مسؤول يقول الكلام بالظبط، بس انا ما اقدرش ارد على كلام عايب، يعني جهه بتقول الكلام ده واحنا نقدر نرد عليه، لكن غير كده مش هرد على كلام عايب. يعني هل استعرضتوا اللقاء اللي تم بين قيادات التحالف والنائب العام؟ هو كان في جدول اعمال، بس الحقيقه في بندين في جدول اعمال التكوين ما لحقناش نخلص. يعني ناقشتوا كم بند بالظبط؟ ما احنا انا قلت قبل كده والتحالفات ولجنه الانتخابات تمام. ايضا اتكلمنا عن التقارير حوالين الحوارات مع اطراف التحالفات الاخرى، وفي تقدم في المساله. طب ايه ممكن حضرتك تشرح لنا تفاصيل عن التقدم ده؟ يعني في لا التقدم ده يعني ملموس في من خلال الحوارات نفسها، لكن يعني زي ما بقول ما فيش لسه اجراءات على الارض تمت. ده فيما يخص بالنسبة للجنة الانتخابات بتاعة التحالف الديمقراطي، هتبتدي تجمع أسماء الأحزاب مقدمة لبقية الأسماء، وطبعا هي بتحط معايير للمرشحين متفق عليها من كل الأحزاب. حطتها ولا لسه هتحطها؟ لا هتحطها، بس في يعني في أجزاء سبق اتفاق عليها في جبهة الإنقاذ. طبعا ومن ضمن المبادئ الاساسيه ان مفيش مخصصه داخل التيار الديمقراطي حوالين المقاعد، يعني لكن احنا بندور على الكفاءه واللي يقدر يكون اقدر بالتمثيل والقيام بالدور البرلماني في التشريع وفي الرقابه وفي بخصوص كمان اطراء الميزانيه وما تتضمنه الجميع. يعني مين الشخصيات اللي مثلا التحالف النهارده؟ لا مش يعني مش مهمه، هو المهم انه يبقى في اتصالات، لكن مين اللي يعني كل يعني كل مره بيبقى في ناس بتقابل ناس، يعني في كلام كتير قوي.